السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناة خديجة شانيل، قناتي وقناتكم. اليوم بغيت ندير لكم واحد الجولة في محلات ديال الملابس الجاهزة. كتشوفوا معايا تلاقيت مع واحد الأوركسترا ديال الدقال المراكشية في محل ديامونتين، واحد الأوركسترا رائعة بزاف. وغندير لكم جولة لأنه محل ديامونتين معروف بالملابس الجاهزة، الملابس التقليدية والشالات والفولارات، لان هذا معروف. رمضان غيحتاجوا الناس للملابس التقليديه للبنيتات الكبار ولا الصغار. نخليكم مع هذه الاوركسترا الرائعه وهذه الجوله باش تاخذوا فكره على الجديد اللي دارج دبايا في هذا العيد ديال رمضان. نخليكم مع الصور وهذه المقاطع الرائعه، والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you.
تشوفوا معايا هاد التكاشط، رائعين رائعين بزاف، عجبوني الشكل ديالهم ولا الخدمة ديالهم. كي كتشوفوا معايا موديلات جداد رائعين في الخدمة، الصالة ديالهم رائعة، وبالثمن اللي هو زوين راه ما كيتعداوش. كي شفتو 999 درهم. كتشوفوا معايا هنايا محل الملابس الجاهزة، وكتشوفوا بعض الألوان الدارجة هاد العام، وهاد الستيل اللي دارج بزاف هاد العام بهاد الفصالة هادي، وهاد الألوان اللي خارجة هاد العام، وهاد القوامج كتشوفوهم رائعين بزاف. نتمنى أنكم تاخدوا فكرة على جميع الموديلات اللي خارجين، اللي كيفكر في شي حاجة، وهاد الستيلات اللي خارجين كي قلت لكم ها هما كتشوفوهم. ورا تبارك الله الدنيا عامرة، لأن بداو الناس كيتقداو العواشر. نخليكم مع هذا الفيديو كما العادة، نتمنى أن الفيديو يعجبكم، واللي يعجبكم بارطاجيوه مع الأصدقاء والأحباب، وما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعواشركم مباركة مسعودة.